تصلي وتقرأ قرآن تمعني وشوف خوف الجهل واتبع النور تحكي لك آيات تنضيك برهان روح اقرأ آية بها تطهير اقرأ ولا تنكر أبد اتمعني سورة الإنسان إطعامهم أكبر سند إحنا التشيع معتقد نبي دليل نحكي بدليل وما نخاف وما نظن يبدي فرحنا للولاية الغدير وعدنا بمصايبهم بكي ونوحي ولطوم عدنا بمصايبهم بكي ونوحي ولطوم لطمنا وفرحنا بدب لا نهاية شكثر عيدنا آيات تدل على ولاية كثر عيدنا آيات تدل على الولاية أبنائي أحبائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام بارك الله فيكم وبركاته. بارك الله فيكم أحسنتم راح نتحدث اليوم عن أهمية الحسينية وفضل الحسينية وإقامة مجالس العزاء على سيد الشهداء الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. في أحد الأزمان كان هناك امرأة عدها ابنها وزوجها في محافظة كربلاء تحديدا، فتوفى زوجها بعد سنين عاشت هي وابنها، أيضا الولد الوحيد اللي عدها الله خذ أمانته توفى الولد أيضا، فالمرأة جدا انزعجت وتأذت، ابنها الوحيد تعرفون وما عدها غيره، فجدا تأذت، فقررت وفاء لابنها يوميا تروح تزور قبر ابنها بعد صلاة المغرب والعشاء يوميا، وفعلا ظلت يومية تروح تقطع المسافات وتزور قبر ابنها الوحيد. في يوم من الأيام وهي في طريقها تريد تروح للمقبرة تزور ابنها سمعت صوت مجلس حسيني، خطيب قاعد يقرأ على سيد الشهداء وينعى على سيد الشهداء، فحبت انه تروح تشارك بالمجلس وهي بالطريق الى القبر قبر ابنها. فعلا راحت إلى الحسينية واستمعت إلى المحاضرة، كانت محاضرة جدا جميلة ونعي جدا جميل، فسألت قالت منو هذا الخطيب؟ قالوا لها هذا اسمه فلان والآن أيضا عنده مجلس ثاني في مكان آخر. قالت خلي أروح أسمع مجلس ثاني. فعلا راحت إلى مجلس سيد الشهداء الإمام الحسين بالحسينية واستمعت مجلسين. في هالأثناء هذه بعد انتهاء المجلس تذكرت إن هي لازم شنو؟ لازم تروح إلى قبر ابنها الوحيد اللي متوفي، فأسرعت بالذهاب إلى قبر ابنها، مشت بسرعة، وصلت إلى القبر شافت أكو امرأة قاعدة على القبر وتقرأ قرآن على قبر ابنها. قالت لها يا أمة الله يا امرأة أنت أكيد غلطانة، هذا مو قبر ابنك هذا قبر ابني، أكيد غلطانة بالقبور، أكيد قبر ثاني أكو موجود، روحي على قبر ابنك. قالت لها لا أنا مو غلطانة، أنا جاية أقرأ القرآن على قبر ابنك خصيصا، أنا جاية أزور ابنك، جاية أقرأ قرآن على قبر ابنك وأدعي له بالرحمة والمغفرة والرضوان. قالت له أنت متأكدة؟ قالت له نعم أنا متأكدة، أنت ذهبتي إلى مجلس ابني الحسين وأنا جاية أزور ابنك، أنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فشوفوا فضل حضور مجالس الإمام الحسين عليه السلام، أنه إحنا إذا نحضر إلى مجلس الإمام الحسين والحسينية شنو؟ أكيد الزهراء راح تحضرنا إن شاء الله تعالى. فهذا فضل زيارة الحسينية وفضل إقامة المجالس على سيد الشهداء الإمام الحسين
عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. عمو حسين، في ناس بيقولوا على أيام الرسول ما كان في حسينيات، كيف هلأ صار فيه؟ نعم أحسنت يا علي، سؤال وجيه وراح أرد عليك به. طبعا أحبائي خلينا نعرف أنه النبي يعقوب عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام بنى بيت سماه بيت الأحزان، كان يبكي فيه على النبي يوسف لأنه فقد النبي يوسف. وأيضا مولاتنا فاطمة الزهراء الإمام علي بنالها بيت أيضا سمي ببيت الأحزان، كانت تبكي به على فقد الرسول الأكرم وما صنعوا الأعداء بعد فقد الرسول الأكرم. الحسينية، شنو هي الحسينية أحبائي؟ مكان لتعليم الفقه والعقائد لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، وأيضا مكان جدا مهم لإقامة مجالس العزاء والبكاء على الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فما راح يمنع أنه نقيم المجالس والعزاء في أحد الأماكن على الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فهذه شبهة، شبهة بناء الحسينيات عند الشيعة، أنه ليش يبنون حسينيات. طبعا الكثير والكثير من السنة، أبناء السنة ذاكرين أنه هناك بيت للأحزان للسيدة الزهراء سلام الله عليها في المدينة ومقابل البقيع تحديدا. أيضا أحبائي الأزهر اللي موجود في مصر، الأزهر اللي هو موجود في مصر الآن، أكثر علماء السنة هم موجودين في ذلك المكان. أيضا هذا ما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فشلون الآن صار؟ فالدنيا تتطور، إذا أريد نبقى ما نبني حسينيات لأنها ما كانت مبنية في زمن الرسول الأعظم، فشنو يعني لا تصير عندنا طيارات ولا تصير عندنا سيارات ولا تصير عندنا قطارات، ما راح نتطور. وللعلم أنه أول من بكى من أهل البيت على الإمام الحسين هو كان الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك إحنا نقتدي بمن؟ بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بالبكاء على سيد الشهداء الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.